أنه سلام الله عليه ليس فقط يندفع به البلاء كما قلنا في النقطة الأولى، بل يحصل به الخير والنعماء، وتستمطر ببركته السماء، ويستجاب به الدعاء. وفي الزيارة وبكم ماذا؟ وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم ينزل الله الغيث. وإذا رأيت شخصا طيب القلب نير الوجه مرتاح له، فإنك تقول عنه أنه تستمطر به السماء. هذه عبارة موروثة موجودة. ونسمع قول أبي طالب عليه الرحمة والرضوان في مدح النبي صلى الله عليه وآله. ما هو البيت؟ كلكم تعرفون الظاهر. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فالمعصومون عليهم السلام أصدروا الخير والبركة والعطاء لأهل الأرض جميعا، متمثلين بوجودهم الفعلي ووارثهم الحقيقي بقية الله في أرضه، الإمام المهدي عليه السلام.